السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم رفيسه ديال الفران، مسمن ديال الفران. شوفوا دابا المقادير. بالنسبه للمقادير غنحتاج، انا عندي هنا سمان، حبه ديال البصله كبيره، زلافه ديال العدس، شويه الحلبه، خرقوم، بزار، بدل الزعفران، ملح، زعفران، سمن، زيت زيتون. بالنسبة للفورز، أنا هنا خديت 400 غرام ديال الفورز، 400 غرام قمح سبيسيال باش غندير المسمن. نمشيو دابا لطريقة التحضير. الماء دافي، جينا هنا غندير معلقة ديال الملح. كيف ما كتشاهدوا معايا، غنضيف دابا الماء دافي ونخليه يتعجن. غنجيب دابا هنا السمان، البصله، زعفران، زهر، غندير غير معلقة حتى نشوف، على حسب كل واحد، كل اللي كيبغي تجي شوية حارة، كل اللي كيبغيها لنا. خرقوم غندير 3 المعالق، ملح، 7 معلقة، حساب معلقة كبيرة ديال السمن، نوضع الكل تيتشحر مزيان، ومن بعد نروي عليه ونخليه حتى يطيب. عفوا، من بعد ما نروي عليه حيت السمان دغيا كيطيب، غنضيف العدس والحلبة وطماط زعفران، غنخليها حتى الاخر عاد نديرها. بعد ما تعجنات العجينة ديالي خليتها ترتاح شوية، غنجيب دابا نكور الكويرات. ونخليهم يرتاحوا، انا غنكمل هنا السمن ديالي كامل ونخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه عاد نسمنهم. نجيب السمن ديالي نبدا نورق فيه، كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما ورقتها انا سبق لي هنا وجدت حيت كندير واحد. نجيب ثاني سمنة، نقعدها هنا دابا، درت 3 وغنزيد وحدة أخرى هي الرابعة، ونخليها حتى ترتاح عاد ثاني نقرصها. من بعد ما العجينة ديالنا طاعت، نكبسوها، أنا هنا دهنت لاطا بشوية الزيت، نضعها في لاطا
ندخلها للفرن حتى تطيب ونخرجوها. كما كتشاهدوا معايا السمن ديالنا من بعد ما طاب هو هذا اللي فجا. دابا غنمشيو باش نفركوه. كنفركوه بحال هكا. انا نستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع السمن اللي عندي، من بعد نتلاقى باش نسقيوها. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما فركناها، انا هنا ما كنلحقش نسقي حتى كنطفي على البلول شويه، عاد غنبدا نسقي حتى نحس بيه برد شويه عاد كنسقي. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي الفيسه ديالنا من بعد ما سقيناها كيفاش جات، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.